أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. لم يلحق الأذى شيء بالذات اليمنية الحضارية كما فعلت حروب الاجتياح التي كانت أشبه بالسهام الموجهة نحو صميم الذات اليمنية، وبالذات فيما يتعلق بعمق اليمن الحيوي السهول والسواحل، والتي شهدت حروب رأسية وأفقية، استلاب، نهب، بالإضافة إلى العديد من حروب الاجتياح الداخلية والخارجية. هذا فكرة حروب الاجتياح لم تجعل اليمنيين مكتوف في الأيدي، خلقت عبر التاريخ العديد من أشكال المقاومة للاستلاب الإمامي وحروب الاجتياح، واتخذت المقاومة العديد من الأشكال، من بينها المقاومة الفكرية، المقاومة السياسية، المقاومة الثقافية، المقاومة الاجتماعية، المقاومة الاقتصادية والمقاومة العسكرية. برزت العديد من الرمزيات اليمنية التي عبرت بشكل لا يدع مجال للشك عن الإرادة اليمنية التي لم تستسلم لظروف الزمان والمكان، بل عملت بشكل مباشر وغير مباشر في تخليق روح يمنية صنعت العديد من دروس المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح. سنأخذ درس من دروس المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح، وبالذات التركيز على الوسائل التي لم تقتصر على شكل محدد. على الرغم من غياب الذاكرة التوثيقية التي دونت تجارب اليمنيين في مقاومة حروب الاجتياح، إلا أن الذاكرة الشفهية المتناقلة وبعض ما دونته الكتب خلدت العديد من نماذج المقاومة من خلال المناطق التي شهدت مقاومة لحروب الاجتياح القادمة في غالبيتها من المرتفعات العليا. تلك المناطق الحيوية شهدت أوسع حالة تنكيل من قبل حروب الاجتياح الإمامية في السهول وفي السواحل، وكانت المقاومة لحروب الاجتياح عبر التاريخ اليمني واسعة بالرغم من حالة القمع المتكررة وغياب الإمكانات كما حصل لانتفاضة الزرانيق وانتفاضة المقاطرة. هذه الحلقة سنتطرق لتجربة مهمة جدا من تجارب المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح نسلط الضوء عليها، وهي انتفاضة المقاطرة، والتي كان مركزها قلعة المقاطرة التي تعتبر واحدة من أهم القلاع في محافظة تعز ومنطقة الحجرية أو ما كان يسمى قديما بالمعافر. هذه المراكز والقلعة المهمة جدا كانت تعد من أبرز المراكز الحربية في فترة الحكم الأوساني والحميري. شهدت المقاطرة مثلها مثل كل اليمن على مدى أكثر من 1000 عام حروب الاجتياح الإمامية تحت لافتة الجهاد التي كانت موجهة ضد أبناء اليمن. هذه اللافتة لم تجعل اليمن يصمتوا. بحسب المرويات التاريخية، انتفاضة المقاطرة بدأت عام 1922 بعد انسحاب العثمانيين من شمال اليمن عام 1918، بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الأولى من قبل الحلفاء، وبالذات بريطانيا التي كانت تحتل جنوب اليمن حينها والتي فرضت شروطا على الأتراك كان من أخطرها تلك التي ترتب عليها وضع يمني مختل حتى هذه اللحظة. تم تسليم السلطة من قبل الوالي العثماني لليمن فيذي باشا بعد أن تم رشوته مبالغ كبيرة من قبل الإمام يحيى، رغم معارضة آخر الولاة سعيد باشا في تعز لتسليم مناطق حيوية كتعز والضالع وبعض من مناطق الحديدة وإب والتي كانت جزءا من تعز. سلطة الإمام يحيى حميد الدين استغلت هذه الفكرة، وأولاده أيضا استغلوها، وبدأوا بتنفيذ المشروع الإمامي الطبقي والسلالي والقائم على احتكار الدين والحق والحقيقة والحكم في سلالة معينة، واخترعوا أكاذيب وخرافات وأوهام كالولاية، الوصاية، البطنين، آل البيت وغيرها من الخرافات التي جرفت العقل اليمني وحولتها إلى تابع مستلب. انتهجت الإمامة في حروب الاجتياح القوة والحديد والنار والتجهيل والتجويع والفقر والمرض والعزلة والكبت والظلام والإرهاب والعديد من الحروب العبثية لفرض هذا الفكر المتخلف، وعاشت اليمن أسوأ فترة في تاريخها القديم والحديث بحسب المرويات التاريخية. كان الإمام كما هو معروف لديه تحالفات مع بريطانيا بعد أن اعترف بسلطة بريطانيا على عدن، لذلك أجبر البريطانيون حين العثمانيون على تسليم الأراضي التي كانت تحت سلطتهم للإمامة، وحينها بدأت تتخلق العديد من أشكال المقاومة لحروب الاجتياح، من بينها في حبيش كانت مقاومة بقيادة محمد عائض العقاب، وبدأ يقاوم الزحف الإمامي في لحظاتها الأولى بمساندة بعض القبائل، تمكن من محاصرة أخوه الإمام يحيى وبعض القوات، واستمرت المواجهة لمدة 3 أشهر في مركز الناحية. بعدها
انتهت انتفاضة العقاب، تم التنكيل بكل من شارك في هذه المواجهات، نهبت أراضيهم، وتم توطين أتباع الأئمة القادمين بفعل حروب الاجتياح. منطقة أيضا القماعرة التي تضم الحشا وماوية هي أيضا شهدت مقاومة لحروب الاجتياح، تم التنكيل بهم كما حصل في مقاومة حبيش فيئب. قلعة المقاطرة الحصينة كانت أحد الواجهات الكبيرة التي قاومت مقاومة واسعة. طبعا انتهجت الإمامة العديد من المبررات، كما يقول المؤرخ عبد الكريم مطهر أنهم كانوا يقصد به أهل المقاطرة كانوا متهاونين في أمور الدين، ولم ينفق لديهم من تعاليم ما يعدون به من أهل الإسلام. وكما أشار وحسب التبريرات الإمامية أنهم أصبحوا أخوان النصارى نتيجة قربهم من عدن وذهابهم ومعاشرتهم إليها، وهي أسباب بحسب وصفة جعلت أمير الجيش الإمامي أنذاك علي الوزير يرسل إلى الإمام يحيى طلبا منها المد والإذن بما كان يقول أنه سيصلح تلك المناطق ويدخلها إلى حظيرة الطاعة الإمامية. حشد الأئمة لقزو المقاطرة آلاف العساكر من القبائل بعد مبايعتهم لسلطة الإمام يحيى، والذي قدم لهم كلام معسول حتى يتمكن من بسط سيطرته على تلك المناطق من قبل والي علي الوزير. وبعدها كالمعتاد في تاريخ الإمامة نكث الوعود الذي قطعها القبائل، اعتقل وجهاء المناطق ومشايخها، اقتادهم حفاة مكبلين بالسلاسل من تعز إلى صنعاء، ومنها إلى سجن حجها الرهيب، حيث تم إبقاؤهم هناك لأكثر من 20 عاماً معتقلين دون تهمة أو حتى محاكمة كما هو الحاصل مع المختطفين الآن. تقدم الجيش من جميع الجهات على القلعة وحصن الثميدني، وكان فيها من المقاومين قد أجمعوا على عدم تسليمها. شهدت المقاومة في تلك القلعة صمود عجيب وأسطوري كما تقول المرويات التاريخية. حضرت العديد من الواجهات الاجتماعية في المواجهة بينهم آل سعيد، آل الفقيه، الخسفار. استمرت المقاومة لمدة 2 عامين. لولا الخيانات التي تمت في تلك المرحلة من أبناء المنطقة كما تقول المرويات التاريخية ما تمكنت حروب الاجتياح من إسقاط قلعة المقاطرة التي قاومت مقاومة أسطورية عجيبة. عساكر الإمامة دخلوا القلعة كما تشير المصادر التاريخية، وكانت نتيجة سقوط قلعة المقاطرة 200 أسير تم اقتيادهم صوب صنعاء. أجبر كل واحد منهم بشكل بشع على أن يحمل رأس 2 من أقاربه على عنقه حتى وصلوا إلى صنعاء مشيا على الأقدام، والمدة 30 يوم كما تقول المرويات التاريخية. هذا المنظر الإجرامي لم تعرفه الأمة اليمنية عبر تاريخها. في صنعاء تم إعدامهم رغم أن كل الأديان والشرائع السماوية والبشرية تجرم قتل أسر الحرب. يرجع كثير من الباحثين والمؤرخين أن كثير من دروس المقاومة لحروب الاجتياح في المقاطرة كانت لأسباب كثيرة، من بينها الوعي التاريخي بحروب الاجتياح ومخاطرها، أيضا قرب المقاطرة من الشطر الجنوبي في اليمن المحتل، عراقة المنطقة التاريخي والنضالي والتراكم الموجود، وبالذات خبرتها في مقاومة الاجتياح الداخلي والخارجي، تراكم الخبرة والمقاومة والذاكرة الجمعية للمقاومة في تلك المناطق. أفرز تراكم نضالي داخل أوساط القطاعات الشعبية ولدت العديد من الانتفاضات التي كانت تتعرض للقمع، لكنها كانت تضع بذور مهمة جدا في طريق المقاومة اليمنية لحروب الاجتياح. مشاهدينا الكرام، للتوسع في هذه الحلقة لدينا العديد من المصادر المهمة، أبرزها كتاب اليمن الجمهوري لرمز اليمن التاريخي عبد الله البردوني، كتاب التاريخ العسكري لليمن لسلطان ناجي، وكتاب أيضا مهم جدا تاريخ السعودية العربية وهو مؤرخ من الاتحاد السوفيتي، كتاب أيضا مهم جدا الاحتلال البريطاني لعدن الدكتور ثروت أباضة. مشاهدينا الكرام، نذهب لمشاهدة لقطات من المقاطرة والحجرية مصحوبة بالأغنية اليمنية الشهيرة نشوان، والتي كتب كلماتها شاعر اليمن الخالد سلطان الصريمي، غناها أيضا فنان اليمن الخالد محمد مرشد ناجي والمعروف بالمرشدي. تقبلوا خالص شكري لكم، كما هو الشكر موصول للفريق الفني لبرنامج اليمن أصل الحكاية ومنتجة البرنامج الزميلة إلهام عامر. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القريبة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمية وصبا. نشواني لا تفقعك قصاصة الحنشان، ولا تبهر إذا ما تتخصون البال، الموت يا ابن التعاسة يخلق الشجعان، فكر بباكر ولا تبكي على ما كان.
نشوان انا فارسات.